أطلق قسم الصحة والسلامة والتثقيف التابع لمجلس الشارقة للتعليم برنامج أجيال بلا سمنة للسنة الثالثة على التوالي في إطار مكافحة السمنة وما تحمله من أضرار. كما وتضمنت المبادرة تكريم عدد من الطلبة المنتسبين للبرنامج ممن نقصت أوزانهم. المزيد في تقرير الزميلة سماح الشيخ. نحو توفير بيئة صحية شاملة وبرامج توعوية داعمة لخلق مجتمعات مدرسية واعية معززة للصحة، جاء برنامج أجيال بلا سمنة ليحتفي بإطلاق نسخته الثالثة من البرنامج ويكرم دفعة من الطلبة المنتسبين للبرنامج في خطوة تحفيزية لمواصلة الحياة بشكل صحي. أول كان في تخوف من هالبرنامج، بس حاليا ما شاء الله الأعداد كبيرة جدا، بحدود 150 طالب مع المنطقة الشرقية. كل الطلبة الحمد لله نزلوا، تنافس صاير بين الطلبة، هذا اللي عطاهم منهم يساعدون مع بعض وتنزل أوزانهم. السنة هاي إن شاء الله بنتابع نفس الطلبة هذيلا، وفي طلبة جديد دخلوا معانا التحقوا في البرنامج، وفي برامج جديدة إن شاء الله. مبادرة أجيال بلا سمنة تسهم بشكل كبير في المحاربة بل والحد من انتشار ظاهرة السمنة في جميع مدارس إمارة الشارقة من خلال حملات تثقيفية وإشراف من الممرضين والممرضات من المجلس، إضافة لتعاون قسم التغذية العلاجية والحمية بجامعة الشارقة. السنة اللي طافت كان طالب 38 كيلو، السنة دي ما شاء الله طالب 37 كيلو، في طالب ثالث جايب 27 كيلو، في طالب رابع كان عنده مرض السكر والحمد لله شفي منه. بنعلمه يعني ايه يغير من عاداته الغذائية من السيء إلى الصحيح، والحمد لله ما شاء الله معظمهم أكثر من 75% اتعلم يعني ايه حاجة اسمها عادة صحية سليمة. المؤشرات والنتائج مبهرة، فأرقام نزول الأوزان تراوحت ما بين 5 إلى 40 كيلوغرام، والمذهل حقا أن هناك حالات مع نزولها من السمنة شفيت من مرض السكر والضغط بعد معاناة طويلة. كان وزني 130 والحين 103، كنت أعاني من مرض الضغط، صرت عالجت برا ما نفع، جيت الحمد لله اشتركت في البرنامج والحمد لله وزني نزل، والحمد لله الحين ما أعاني من أمراض ولا شيء، واليوم أحس هذا كان تحدي بيني. مبادرة أجيال بلا سمنة كبسولة صحية لتعديل وتحسين العادات الغذائية لأبنائنا الطلبة، فالغذاء من الضروريات لكنه بالمقابل من المشكلات التي يتعرض لها المجتمع المدرسي حين يتسبب بالسمنة كونها تؤثر على التحصيل العلمي.